هذه جلابيتي الثانية، أنا سويت فيديو أول جلابية اللي قبل. الجلابية طويلة، الكم ما في كم، وأنا ما تدخل مزاج الجلابيات اللي تجي طويلة والكم ما في كم. أنا حالاتها عندي كم وساترة والهارد زي تكون أحسن. خذيت الحين الطول والقماش الزيادة حددته بالقلم، ودي حددته بالقلم عادي مع الغسيل راح يروح، وإذا ما راح راح أصفط يعني الدراع من تحت، ما راح يأثر وما راح يبين. خذيت مقاس الكم وصفت، يعني خليته مثني، بعدين خذيت من نص الكم عشان أثبته على الجلابية. من النص من هنا راح يكون أول تثبيت دبوس. نفس كذا، وراح اخلي الجلابيه كم الجلابيه فوق الكم اللي راح اسويه، يعني ما راح اخفيه نفس الدراع اللي قبل. هنا بعد ما ثبتت الدبابيس، طبعا لازم اقيس الدراع قبل لا اخيط، وطلعت مضبوطه فبديت بالخياطه. موديل الدراعة من تحت، موديل الجلابية مفتوح بهالطريقة، أنا ما حبيت. القماش الزيادة اللي أنا قصيته راح أغطي فيه الفتحة، باقي قماش راح أغطيه من الصوب هذا، يعني راح أحطه طبقتين، راح أصكه من يمين إلى يسار، بس راح أخلي الفتحتين يمين يسار، راح أخيطه من هنا إلى هنا وراح أحطه طبقتين. وهذه دراعتي بعد ما خيطت الكمون، وبعد ما حطيت الطبقتين الدانتين من تحت، جدا طلعت أذرب وأحلى. طبعا هي لها بطانة، بس بطانة الدراعة مستقلة، خيط زيادة قطعناه لا مشكلة. أتمنى أن عجبكم الفيديو، وأتمنى أني أسوي فيديوهات ثانية تخص الفاشن.